زي ما قلنا لحضراتكم في البداية أن الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة هتكون كرنفال، الاحتفال بأوائل الثانوية العامة. امبارح وزارة التربية والتعليم كرمت أوائل الثانوية العامة المتفوقين في النتيجة واللي قدروا أن هم يحصلوا على المراكز الأولى. شفنا كمان فرحة وسعادة في وجوه الطلاب اللي قدروا أن هم يكونوا سبب في فرحة أهليهم قبل نفسهم طبعا، وقطعوا وقت كبير جدا في المذاكرة عشان مثل هذه اللحظات. يا هلا. صحيح، يعني الحقيقة أنا مش عارفة أقول لكم إيه، أنتوا يعني بتفرحونا وبتفرحوا أهليكوا وبتفرحوا الناس كلها. خلوني الأول أبارك لكم يا رافي أحمد، ألف ألف مبروك. يعني إحنا يمكن قبل ما نطلع هوا كنت لسه بقول لكم عملتوا إيه امبارح واحتفلتوا إزاي، بس قبل كل ده الأول عايزة أعرف منكم كده يا راف، عملت إيه وكان إيه تخطيطك علشان خاطر تمشي الدنيا بطريقه معينه؟ ليه بقى طبعا انا جماعه راف محمد توفيق هي السابع مقرر علمي على مستوى الجمهوريه، واحمد تامر هو السادس مقرر علمي رياضه. صحيح، ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليكم. بصوا معظمنا بيعمل حاجه ان احنا في ناس بترتب المنهج كده من اول العام الدراسي، انه في مرحله معينه هنخلص مذاكره، بعد كده هنبدا مرحله المراجعه، بعد كده حل الامتحانات. عايز اعرف منكم بقى انتوا مشيتوها ازاي. يعني ابدا بك يا راف، ليديز فيرست. شكرا لحضرتك. في الاول كان طبعا في اول السنه الدراسيه وكده الموضوع كان شويه بسيط، وكان متوفر لي وقت كبير قوي ان انا اقدر احل براحتي، ان انا اقدر اطلع براحتي، وكمان كنت بشوف طبعا على اليوتيوب في مدرسين ومصادر كتير قوي اللي انا اقدر اطلع عليها وكده، فكنت بفتح يوتيوب اشوف المدرسين والحاجات اللي انا كمان محتاجاها. لا، في اول السنه بصراحه كان الموضوع كله متنظم قوي. جينا بقى عند نص السنه لما خدنا الاجازه، بعدها بقى يعني حياه ما بعدها حياه بصراحه. بس ده كتير قوي، كتير قوي قبل الامتحانات. ما هو مش قبل، يعني مش بعد نص السنه على طول، بس برده مش كتير. يعني بعد نص السنه مثلا باسبوعين ما كناش لسه خلصنا مناهج وبدانا مراجعه، فكانت بقى جديد مع قديم. وطبعا كمان بدات كمان مراجعات اونلاين. بصراحه كنت مهتمه برده بجانب الاونلاين مع الدروس اللي باخدها عادي على في المدينة بتاعتي يعني. بس والحمد لله عدت. أصعب فترة فعلا كانت فترة المراجعات، بس ده ريحني قوي 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 في ليالي الامتحان. ليالي الامتحان كانت بتبقى ليالي خفيفة، بقدر ألم المنهج بسرعة قوي، وأقدر بقى أحل امتحانات براحتي. يعني الموضوع بقى الشوامل، ويا ترى هحل كام شامل النهاردة. لا، ده كان بسط لي الدنيا كتير قوي، موضوع التخطيط والترتيب الزمني زي ما حضرتك قلتي. أيوة، لو أنا هخلص كذا على فترة كذا وكذا على فترة كذا، بحيث أن أنا أجي في الآخر في نهاية مرحلة يعني أبقى مرتاحة نفسيا. جميل جدا. بالنسبه لك يا احمد، هو اكيد تخطيط الوقت ده ليه اهميه كتير كبيره جدا، بس هو انا بالنسبه لي تجربتي في الثانويه العامه كان انا كنت حاطط في نفسي في الاول مخطط يعني ونظره للثانويه العامه ان انا اذاكر في وقت معين واخلص في وقت معين وهراجع وكده. بس طبعا هو فعلا معاها الحق، في اول السنه الموضوع بيبقى فيه براح اكتر، بيبقى فيه وقت كتير في وقت ان انت تذاكري اكتر، وقت ان لسه ما بيبقاش الضغط كتير قوي. لكن كل ما السنه يعني بتطلع، كل ما بنكمل في السنه وكده، كل ما بيرجع بيبقى فيه بقى امتحانات شهر ومراجعات وكده، والمدرسين بيبتدوا يزودوا فتره الدروس، يطولوا الدروس وكده عشان عايزين يخلصوا المناهج وكده. فما بيبقاش فيه وقت كتير قوي للمذاكره، الوقت للمذاكره بيقل، وبيبقى فيه مراجعة. لازم بقى اراجع، لازم ارجع، بيبقى حاطط امتحان شهر لازم اراجع على ده، وكمان ابقى منتبه ان هو لسه بينزل دروس، فيعني الحق اللي بينزله ده اذاكره واراجع الاثنين، المراجعه والمذاكره والمراجعه في نفس الوقت. فده كان حاجه صعبه في الاول، بس هو فعلا احسن حاجه التايم مانجمنت، ده حاجه مهمه جدا جدا في الثانويه العامه. يعني حتى دي اهم حاجه. بجد، يعني حتى لو اسبوعك يعني بيتحكم فيك، انت برضو لازم يبقى بتتحكم فيه شويه، تبقى عارف اللي بيجرى في الاسبوع بتاعك، حتى يعني لو مش متاكد 100%، بس يعني تعرف، يعني لو ما عرفتش تعمل ده النهارده تعرف تعمله بكره، ايه اللي ممكن يتاجل، ايه اللي ممكن يتاخر. الحاجات دي يعني بتاثر قوي في الاداء. طب انا عايزه اعرف منكم دور اهاليكم في مساعدتكم في حكايه التايم مانجمنت دي. ليه بسال؟ لانه بيدخل اوقات في اجازات رسميه كتير، في اجازه نص السنه زي ما انت قلتي، في رمضان، وفي العيد الصغير والعيد الكبير. فهل هنا كانوا الاهل معاكوا خطوه بخطوه بيساعدوكوا في عمليه تنظيم الوقت، ولا كانوا حاطين الثقه فيكوا ان انتوا خلاص عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ اهلي كانوا شويه سايبيني لدماغي،
بس لما انا كنت بطلب ده كانت اكتر واحده بصراحه بتساعدني ماما، اللي هو ماما انا مثلا النهارده هاخد يعني مش باخد داي اوف بصراحه، كنت باخد اورز اوف عشان كنت بحس داي اوف يعني صعب على نفسيتي، يعني اللي هو هاخد داي اوف وانا في ثانويه عامه. متفوقه يا جماعه، متفوقه، مستكتره يوم اجازه يعني، بتاخد ساعات اجازه، متفوقه يعني اوائل على الجمهوريه. فكنت باخد اورز اوف، فمثلا اقول لماما احب قوي ان الفاميلي تايم، اقول لماما مثلا احنا انت قاعده معايا النهارده هنعمل كذا كذا، مثلا هي تصحيني برده كده. بالنسبه بقى للاجازات الرسميه كانت زي رمضان وزي العيد والحاجات دي، انا اعتقد ان احنا العيد الصغير عادي خرجت اول يوم عادي جدا وقضيته كله مع اهلي كلهم، وبعد كده بقى من تاني يوم وبتاع برده كنت معاهم، بس مثلا كنت اجي في اخر اليوم كنت ببقى حاطه حاجات بسيطه لانه كده كده كان يعتبر اجازه. أيوة. فما كانش يعني كان موضوع اللي انا اذاكر وفي نفس الوقت ابقى مع اهلي كان سهل شويه، بس في العيد بقى الكبير لا، كان داخلين على امتحانات، كان اي حاجه مرفوضه مرفوض والله. مرفوض مرفوض. فرمضان كان الموضوع صعب شويه عشان بقى صيام ولخبطه نوم ولخبطه مواعيد، طبعا عدد ساعات المذاكره بيقل طبعا، والدروس طبعا شغاله زي ما هي، وانت كمان مش عارف هتبقى فايق امتى. لا هي الدروس هتفضل شغاله زي ما هي والمدرسه هتفضل شغاله زي ما هي، بس هي الفكره في العقليه، انت بالزبط. لو حاطط لنفسك جدول للمذاكره زي ما احنا بنعمل، في بعض الناس بتعمل جدول بتلتزم بيه وبعض الناس بتعمل جدول وانت عارفه كل يوم بيحط الجدول الصبح بالزبط. زي كده كل يوم الصبح والفرق واضح، انا مش من الاوائل انت من الاوائل ما شاء الله. هو الجدول المفروض يتحط اليوم بيوم، ما ينفعش خالص موضوع جدول اسبوع. ايوه انا كنت كل يوم الصبح اعمل جدول يا احمد، يعني تخيل. اخبار الجدول ايه معاك؟ يعني انا كنت بحاول اهتم باليوم، او اصحى النهارده اقول هعمل 1 و2 و3. يعني انا في الاول اول اسبوعين كنت لسه بتعود على جدول الحصص، امتى عندي محاضرات، امتى لازم اسلم الواجب بتاعي، فلسه كنت بفهم ازاي هشكل الجدول بتاعي. بس كنت اصحى اقول ان انا لازم النهارده اعمل 1 و2 و3، وكنت بحاول على قد ما اقدر احط لنفسي خطط اكتر من قدرتي. يعني مثلا انا عايز اعمل 3 حاجات، فاقول لنفسي انا هعمل 1 و2 و3 و4، عشان لو ما عرفش اعمل 4 ابقى عملت 1 و2 و3 فابقى مرتاح، اللي هو انا عملت يعني اللي انا عايزه. فبس انا كنت بحط لنفسي خطه يوم بيوم، يعني اليوم ده هعمل 1 و2 و3، بس برده لاسبوع انا عارف الاسبوع هيمشي ازاي، انا عارف انا هعمل ايه في الاسبوع ان جنرال. يعني حتى لو قلت ان مثلا يوم الخميس مثلا بتاع العربي وحسيت ان انا يوم الخميس تعبان، في يوم الجمعه انا مثلا يوم الجمعه كنت باخده اوف وحسيت ان يوم الخميس تعبان، لا مفيش مشكله ان انا اخد الخميس اوف والجمعه هو اللي اعمله عربي. فيعني موضوع ان انا ارتب الاسبوع ده بيساعدني ان انا ابدل يوم مكان يوم، يبقى في شويه ليونه في الموضوع. اوكي يعني انا برضو عايزه اعرف منكم استقبلتوا النتيجه ازاي لما عرفتوا نتائجكم؟ هو اصلا النتيجه يعني دي كانت فرحه، والاوائل فرحه بقى تانية خالص طبعاً كمان. طبعا طبعا النتيجه احنا طبعا كنت متوقعه رفت تطلعي من الاوائل؟ هل توقعتي بصراحه؟ لا يعني انا حتى بعد ما عرفت ان النتيجه جايبه 98.5% 402 برضو قلت طالما ما حدش يعني ما فيش حاجه اعلنت، لا يبقى خلاص بقى هتلاقيهم ذاكروا جامد قوي السنه دي فجابوا 99.100% وانا جاتش. فلا بصراحه ما كنتش متوقعاها، بس لما جت النتيجه طبعا كنت راضيه جدا، خصوصا ان انا كنت مثلا قايله ان ممكن اجيب 97، لكن لما جت اكتر كمان حتى لو كان 1% فبرضه كتير طبعا. يعني انا كان فاضل لي 0.5% واطلع من الاوائل. فهي حرفيا فعلا 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 كرم ربنا، يعني هي أكيد. مش حاجه ثانيه بجد. وانت احمد استقبلت النتيجه ازاي؟ هل كنت مخطط انك تطلع من الاوائل؟ هو انا كان بالنسبه لي من اول السنه كان حلم بالنسبه لي ان اطلع من الاوائل، عشان مش عشان حاجه، عشان عارف امتيازات ان الواحد يطلع من الاوائل، المنح والحاجات دي. فانا يعني كنت مش بطمح في الاوائل كتايتل على قد ما بطمح فيها كامتيازات. بس والله ما فيش خوف عليكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما فيش خوف عليكم، كله بالتخطيط. يعني انتوا كل حاجه بالتخطيط، وبالمناسبه ده بيبقى اسلوب حياه. يعني المساله مش مساله ان هو مخطط للمذاكره بيقول لك بحط 4 مهام في اليوم، فانا عايز 3 بس فبحط الرابعه، فلو ما حققتش الرابعه فعلى الاقل حققت اللي انا عايزه. ده هيمشي معاه طول حياته بقى، المساله مش مساله مذاكره بس، كمان في الشغل في حياته في اجتماعياته في كل حاجه، ده اللي بيمشي، وده التخطيط المهم. اكيد يعني انا هاخد من شاذلي كلامه في فكره التخطيط، انتوا مش بس بتخططوا للمذاكره او مش بس بتخططوا انكم تطلعوا من الاوائل، لا انتوا بتخططوا اسلوب حياه متكامل بتبداوه من دلوقتي وبينتهي بمرحله ثانويه عامه، بس مكمل معاكم في حياتكم بعد كده ان شاء الله العمليه. يعني بعد كده
يعني ان شاء الله ما يتخافش عليكم ما شاء الله يعني مرسي. هتعرفوا تخططوا التاسكس او المهام بتاعتكم في الشغل، الموازنه ما بين كل المهام المطلوبه في الحياه اليوميه. فانا برضو حابه ان انا اسمع منكم نصايح كده تدوها للطلبه اللي داخلين بقى على الثانويه العامه الجديده. اول حاجه زي ما حضراتكم قلتوا موضوع الجداول. أوه. بلاش جداول ماشيه بالساعات وانا هعمل في الساعه كذا كذا، انت كده بتضغط نفسك قوي. العفو طبعا ما اقدرش. يعني بلاش اللي هي الجداول الضيقه قوي دي، وخلوها برده اليوم بيوم، بحيث اللي هو زي ما قال بالظبط، انت عندك في نهايه الاسبوع جول، بس ان انت تخطط طول الاسبوع هتوصل للجول ده ازاي، لا يعني خليها اليوم بيوم. انت النهارده انا المفروض هعمل كذا وكذا وكذا، وبرده على حسب الدروس والحاجات اللي يعني اللي عليك. لما تيجي تنظم موادك خليها، حط المواد اللي انت بتحبها، مثلا لو في ماده انت مش قادر تذاكرها قوي ممكن تخليها بين المواد اللي انت بتحبها، يعني هتوصل لها كده، يعني اللي هو بحيث اللي انا كده كده هعدي عليها. زي برده ما احمد قال، حطوا يا جماعه حاجات زياده في الجدول بتاعكم، خصوصا في الفتره الاولانيه، لان انتوا هيبقوا عندكم قدره طول الفتره الاولانيه، هتلاقوكم فعلا بتعملوا حاجات زياده، وكل ده هتجنوا ثماره في الاخر، لانه يعني طول الفترة الأولانية دي أنت عندك وقت، عندك قدرة، فأنت هتيجي في الآخر لما تلاقي القدرة دي خلصت مش هتبقى ندمان اللي هو يا ريتني كنت عملت، لا صح. أنا الحمد لله اللي أنا عملت، بحيث لما أبقى مش قادر أعمل فخلاص أنا كده كده كل حاجة عندي متظبطة. بالنسبة لك يا أحمد نصايح بقى. أكيد أول حاجة التايم مانجمنت، ده ما فيش خلاف عليه. بس تاني حاجة، إن ما بحبش فكرة خالص ان الواحد يقارن نفسه بحد تاني. يعني صحيح. الواحد اول ما يبقى في الثانوية العامة يبص على نفسه بس، يبقى يحطط الطريق قدامه والجول قدامه، ما يبقاش يبصش يمين ولا يبص شمال، عشان اللي يناسبني ممكن ما يناسبش حد تاني. صحيح. يعني مثلا انا بحب مثلا اذاكر بصوت، في ناس تانية ممكن المذاكرة بصوت تضايقها، فيعني ما حدش يعني طبعا احنا بنقدم نصيحه، لكن اللي بيتفرج علينا وكده مش لازم يعني اللي احنا بنعمله ده مش منهج، ده مش السبيل الوحيد للنجاح. كل واحد يشوف اللي بيناسبه ويثبت عليه، اهم حاجه ان الواحد يشوف اللي بينجح فيه، اللي بيخليه يوصل للتارجت بتاعه ويثبت عليه. فدي حاجه مهمه جدا، يعني ما تتخضش ان في ناس بتعمل حاجات تانية ونجحت، انت ممكن بطريقك تنجح يعني عادي جدا. انا مبسوطه قوي ان الكلام ده جاي منكم انتوا، لان عاده لما بنقعد نقول لاولادنا يعني بياخدوا الكلام ده دول الكبار، مش لكن لما يبقى من البيرز او من الزملاء اللي من نفس السن هيبقوا تبقوا فاهمين دماغ بعض. كنا بنتكلم الصبح انا وشاذلي ان دلوقتي بقت متطلبات سوق العمل مختلفه، وعجبني جدا كلامكم. انت كمان يا احمد قلت حاجه مهمه جدا، قلت الموضوع مش مجرد ان انا ذاكر وانجح، لا انا عيني على حاجات معينة، أنا باصص على المنح، أنا باصص على البرامج الجديدة اللي هتفيدني بعد كده في شغلي. فأنا عايز أعرف أنتوا كمان ما كانش مجرد التخطيط أن أنا ذاكر وانجح، لأ أنتوا باصين لكمان بعد كده، بعد ما هنجح هشتغل إزاي وفين وهفيد الناس إزاي. ابتدي بيكي بقى يا رب. هو زي ما احمد قال في الاول، يعني فكره الاوائل ذات نفسها ما كنتش برضو بتطلع عليها كتايتل، كنت دايما يعني حتى لما كنت ادعي ان ربنا يخليني اجيب المجموع اللي اقدر منه اتحط في الحاجه المناسبه ليا. ففكره دلوقتي ان هو متوفر لي حاجات كتير قوي ومنح كمان، فالمفروض اللي انا ابدا افاضل ما بينهم، بحيث برضو اللي انا اقدر ادخل المجال اللي انا عايزاه. انا عايزه ادخل طبعا ميديسن كده كده. هو ما كانش حد في العيله طب؟ ماما او بابا؟ لا. طيب دي جديده بقى، اول واحده جديده. طب دكتوره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فانا حابه قوي مجال الطب عامه، وانا حابه العلوم بشكل عام، يعني سواء بقى كيمياء احياء الحاجات دي كلها، لكن الميديسن انا شايفه ان انا فيه هقدر اكمل دراستي. انا عايزه حاجه لما اجي احاول ابدع فيها اعرف ابدع فيها بشغف. انت هتفضلي تكملي دراستك يعني ان شاء الله طول العمر، هتخلصي ماجستير ودكتوراه وابحاث وهتدخلي. اقول لحضرتك حاجه ممكن تبان غريبه شويه، انا دايما بقول ان كل واحد ليه رزقه، انا رزقي ان انا فعلا بحب المذاكره، فانا عايزه حاجه تخلي اللي انا عندي شغف اكمل في ده. فانا عايزه ادخل كليه توفر لي اللي انا اقدر اضيف للمجال اللي انا هدخل فيه، وعايزه مجال. يعني انا كنت دايما طلعت يعني كلمت كذا مكالمه مثلا او كده، كنت اقول انا عايزه اكمل في جراحه مخ واعصاب. ما شاء الله. شايفه ان المجال ده يعني ممكن اطور فيه كتير جدا، خصوصا ان هو فيه لسه حاجات كتير قوي غامضه. فيعني باذن الله هو ده اللي يكون المجال المناسب قدامي، وعشان كده لازم ندرس المنح وندرس الجامعات قبل ما نخشها. ما نخشش كتايتلز، ما نخشش كمجرد اسم وخلاص. يعني انا دخلت كذا. بالنسبه لك يا احمد بتخطط لايه؟ هو
في الاول خالص يعني انا لسه ما كنتش بفكر في موضوع الجامعات وكده، انا كنت مركز في موضوع الثانويه العامه عشان عايز اجيب المجموع اللي بعد كده يتيح لي اي فرصه ان انا اخش تفكر. اي حاجه يبقى ليا الاوبشن يعني، ما كنتش عايز احط هدف ومركز في المذاكره فافشل عن الوصول على الهدف ده. فيعني حاطط اكتر من هدف، ما هو انت عايز مجموع عالي يخلي قدامك اكتر من هدف يبقى عندي اوبشنز اعرف اختار وكده. بس انا بالنسبه لي ما كانش الهدف بالنسبه لي جامعه معينه او كليه معينه على قد ما كان الهدف بالنسبه لي التفوق. يعني انا يهمني ان اي حاجه اخش فيها اتفوق فيها، كانت علمي علوم علمي رياضه. يعني حتى وانا في ثانيه ثانوي بفاصل ما بين علمي علوم وعلمي رياضه، انا بحب البيولوجي وبحب الماس، بس قلت لنفسي واقعيا انا شفت نفسي هجيب مجموع اعلى في علمي رياضه، فعشان كده انا اخترت علمي رياضه مش عشان هندسه ولا عشان طب وكده. بس اكيد برضو في موضوع اختيار الجامعات لازم الواحد يبقى واقعي، يعني حتى لو انت مثلا تحب الكيمياء وكذا، بس سوق العمل، سوق العمل عامل ازاي، التعليم عامل ازاي. يعني مثلا كليات العلوم في مصر مش كتيره، ما عندكش اوبشنز كتيره، وسوق العمل في مصر مش بيتطلب دلوقتي ناس كتير خريجين كليه علوم. فالحاجات دي بتوجهك، يعني مش شغفك بس اللي يوجهك، لازم تبقى واقعي. شوف ايه اللي هيديلك احسن تعميل تعليم، اللي هيديلك احسن تعليم، وايه اللي هيديلك احسن فرص عمل، وايه فعلا احسن حاجه اول ما تخشها هتعرف تطور فيها وتنمي فيها. ايه اللي الدنيا محتاجاه منك، العصر محتاجه منك، مش شغفك بس. حاجات كتيره قوي بتسيطر على الخيار ده. طبعا ده مهم جدا. احنا بنبارك لكم مره ثانيه. الله يبارك فيكم. نفسكم دي اول حاجه، وفرحتوا اهاليكم وفرحتونا. احنا عملنا اللي علينا واستضفناكم وعرفنا الناس مين هم الاوائل. اهاليكم عملوا ايه بقى؟ نستضيفكم بعد كده. استني بقى نشوف اهاليهم بقى عملوا ايه معانا. ميرسي، شكرا. اهاليكم عملوا ايه معاكم؟ اهالينا هل في هدايا؟ هل في خروجات؟ هل في عزومات؟ لسه احنا ما فوقناش يا جماعه. اوائل الثانويه العامه. احنا هنطلب، احنا لسه ما فوقناش. بس هم انتوا عملتوا عليكم بصراحه. على العموم احنا بنشكركم رغف محمد توفيق السابع مكرر علمي علوم على مستوى الجمهوريه، واحمد تامر السادس مكرر علمي رياضه. بنشكركم وطبعا بنتمنى لكم كل التوفيق. وزي ما قلت كده، بعد ما تاخدوا الهدايا وبعد ما تخططوا ان شاء الله، بنتمنى ان احنا نستضيفكم مره كمان في يعني في المستقبل كده هنا في صباح الخير يا مصر، تكونوا فعلا حققتوا انجاز وتكونوا عملتوا حققتوا كل اللي بتحبوه ان شاء الله. شكرا ليك جدا. شكرا.